اهلا وسهلا يا اصدقاء، كيفكم؟ شو الاخبار؟ معكم رفيق من قناه ريكو رايز. اليوم عندنا القسم الثاني من انمي حب ابيض. اذا ما كنتوا شفتوا الجزء السابق فهو موجود فوق ابي صندوق الوصف. وهيا لنبدا. بالفيديو السابق شفنا كيف توما انقذت هاروكي وطلعت هي اللي عم تعزف البيانو، وباليوم التالي راح هاروكي لغرفة الموسيقى وكان معه صديقه تاكيا وقال له مستحيل صدق انه توما الغريبة هي اللي بتعزف بالبيانو بكل هاي المهارة، سمعت انها كانت بفصل تعليم الموسيقى وهي عبقرية قدرت تفوز بالمسابقة الوطنية بعد ما اجت لهون، وبيقولوا انها ماهرة مثل امها، واما بتكون المشهورة يوكو وهي عازفة بيانو عالمية كانت بتشتغل بباريس باخر 3 سنين، اكيد انت سمعت عنها. فقال له هاروكي ايه اكيد، بس شو اللي عم تعمله بنت بهذا النسب بفصل عادي مثل هاد؟ فرد عليه تاكيا بعتقد انها كانت بتجذب الانتباه كتير وهي ما عجب الوضع بصفة بسبب العديد من المشكلات اللي بتسببهم، وبالعام الاخير صارت بالكاد بتجي للمدرسة والاساتذة ما عرفوا شو بيعملوا معها، وبالتأكيد ما فيهم يفصلوا بنت الموسيقارة الكبيرة يوكو، لهيك تم نقلها لصف عادي معنا هي السنة. هي صعبة ومن الصعب اقناعها للانضمام لنا. فقال له هاروكي مو مهم كيف هي، انا رح اقنعها للانضمام لنا، هي رائعة جدا وإنسانة جادة وهي بتفهمك بمجرد الحديث معها. بعدين راح هاروكي لعند توما اللي كانت عم تعزف بالبيانو وقال له هل في احكي معك يا توما؟ فردت عليه كيف قدرت تجي لهون؟ فقال له كل الطلاب عنده الصلاحية لاستخدام أدوات المدرسة ومو من صلاحيتك احتكار لحالك. فردت عليه أنا ما طلبت منك معرفة هذا الشيء، هذا قرار صادر من إدارة المدرسة، المهم شو بدك؟ فقرب لعنده وقال له أنا بدي أطلب منك تنضمي لنادي لايت ميوزك، بس هي رفضت. وهاروكي ضل عم يحاول يقنعها لتنضم لألون وقعد يقول له لازم عليك تهتمي كتير بمستقبلك وهي هي آخر سنة لألنا ورح نتخرج. فعصبت توما وقامت وقالت له كل اللي بتعملوه هو إعطائي محاضرات، ليش عم تبدو متشائم بشأن مستقبلي؟ هذا ما له علاقة بفرقتك الموسيقية. ورفعت رجلها وضربت الباب وقلعت وتقليعت الكلاب وسكرت الباب بوشه وقالت له انقلع من هون. والمساء كان هاروكي عم يتمشى مع اوجيسو وحكى له اللي صار مع توما وانها رفضت الانضمام لألون. والصبح راحت اوجيسو لفصل هاروكي وقعدت عند الباب عم تستنى توما لتجي، وفجأة اجت توما وقالت له انت واقفة بالطريق يا انسي. فبعدت اوجيسو واعتذرت وتوما اطلعت فيها وقالت لها انتي اوجيسو ستسونا؟ واتطلعت فيها اوجيسو وقالت لها انتي توما؟ بعدين عزمتها على الغداء وراحوا لمطعم ليحكوا، كانت توما ساكتة وما عم تحكي ابدا. فقالت لها اوجيسو انا انضممت لفرقة لايت ميوزك. فردت عليها توما مبروك ايه وبعدين؟ فقالت لأوجيسو بالواقع بتمنى انك تنضمي انت كمان معنا، انا ما كنت بعرف انك انت اللي بتعزفي على البيانو، ليش ما بدك تشاركي بالعزف بحفل معرض المدرسي؟ فردت عليها توما انا ما عم افهم ليش بدكم يصير الموضوع مادي لحديث العامة، هذا كل شيء لازم علي يروح. فقالت لأوجيسو لكن هل عزفتي لفترة طويلة بالبيانو؟ هل كنتي بتستمتعي بهذا الشيء؟ عزفك الجيد على البيانو هو اللي خلى هاروكي بده يظهر كمان عزفه للعامة. فرجعت توما قعدت وقالت لا هذا مو صحيح، السبب هو انضمامك للفرقة الخاصة فيه، هو كان عم يحاول إعادة إنشاء فرقته الموسيقية من قبل بس صار هذا الشيء بعد ما عرف إنك وافقتي على الانضمام. فتفاجئت اوجيسو من كلامها وقالت لا على اي حال هاروكي جاد بخصوصك وهو بده يخليكي تنضمي للفرقة مهما كان الثمن، قال انه بحاجة لموهبتك حتى تحسني اداؤه بالعرض المدرسي، وقال كمان انه بيتمنى يشاركك العزف بالعرض المدرسي. فطلعت فيها توما وحست بشي جواتها، وبعدين قالت لا انا ما بدي هذا الشي، مو مهم اصلا بالنسبة لإلي. فطلعت فيها اوجيسو نظرة طويلة وقالت لا بدي اياكي تعزفي معنا مثل ما بيعزف هاروكي، هذا كل شي.
وقامت وكانت رايحة وقالت له بعتذر عن تعطيلك فترة طويلة بس رح نلتقي بالمستقبل، إلى اللقاء. وراحت وتركتها. وتوما كانت مصدومة من تصرفاتها الغريبة واتطلعت بفنجان القهوة وبلشت تفكر بالموضوع. وبالليل رجع هاروكي لبيته واتصلت فيه أوغيسو وقالت له إنها عزمت توما لعندها على البيت وطلبت منه يجي كمان. وباليوم التالي تقابل هاروكي مع توما وكانت حلوة كتير بدون الزي المدرسي. وقال له هاروكي: هي عن جد انت توما؟ فقالت له: انت كنت معي بنفس الصف لمدة 6 شهور وما بتعرف اسمي؟ ولا تحكي عن مظهري لاني رح اكسر تمك. واجت لعندن أوغيسو واخدتن معها للبيت ودخلت للمطبخ مع امها لتحضر لهم الغداء وكانت جد سعيدة. اما توما فكانت معها روكي بالغرفة وقالت له: ليش اجينا لبيت أوغيسو؟ هي مو فكرتك؟ يعني انت ما عم تستخدم أوغيسو لتخليني انضم لفرقتك؟ اللي عم تعمله يعتبر خداع. فرد عليها: انت ليش عم تحكي عني هيك؟ ليكي انا مالي دخل باللي صار، تمام؟ هي كانت فكرة أوغيسو. فقالت له توما: انا ما شفتك لمدة اسبوع من لما طلبت مني الانضمام لفرقتك، ليش انت مصمم على هذا الشيء؟ فرد عليها: بالواقع تقييم مهاراتها تراجع كتير بالآونة الأخيرة لهيك. فدخلت عليهم أوغيسو وهي حامل الكؤوس. بعدين قدمت لهم الأكل على الطاولة وكان منظره بيشهي كتير. وبلشوا يتناولوا الغداء وتوما عجب الأكل جدا. وهاروكي قال لأوغيسو: انتي ليش عزمتينا لهون يا أوغيسو؟ فردت عليه: مو انت بدك نضم توما للفرقة؟ انا جبتكن لهون لنحكي. وتوما قالت له: انت عم تضيع وقتك. فهاروكي قال لها: بس شو العلاقة بين الأكل وهذا الموضوع؟ فردت عليه أوغيسو: فكرت انه الامر رح يكون سهل للحديث مع الكل ونحن عم ناكل، وبالواقع في سبب تاني وهو انه صار لي 3 سنين وانا لحالي وما عندي اصدقاء ابدا، وهلأ لازم عليك تاكل، يلا يا هاروكي. وتوما كانت عم تاكل وما اهتمت للحكي تبعن ابدا. وبعد ما خلصوا الأكل ولحسوا كل الأطباق بلشوا يحكوا عن الفرقة. وتوما قالت له: اسمع يا هاروكي، خطتك ما رح تنجح على أي حال، ما بيهم مين رح ينضم لإلك، أنت ما رح تكون مستعد بالوقت المناسب للعرض المدرسي، يعني حتى لو أنا عزفت على البيانو بس مين رح يعزف على الطبلة والباز؟ فقال لها روكي: في ضم شخص آخر لإلنا هذا الأسبوع أو ممكن. فردت عليه توما: ما ضل إلا أسبوع واحد على العرض، شو فيك تعمل بهذا الوقت القصير؟ فسكت هاروكي وحس إنه مع حق وقالت له: شو ما عجبك كلامي؟ فقال لها: هل بتعتقدي إني شخص أحمق؟ فردت عليه: الاحتياطات وتجنب المخاطر، الأمان أولا، هذا اللي بيخليك على ما أنت عليه. أنت ما بتحب أنك تنافس وبالتالي ما رح تدخل مجال المنافسة، أنت قاعد بس وعم تبتسم. وكانت أوغيسو عم تتطلع فيها وهي مبهورة من كلامها وشخصيتها القوية. وبلش هاروكي عم يتناقر مع توما وفجأة أوغيسو قالت لون: اسكتوا. وقامت للباب وفتحته وطلع أخوه وأمه عم يتنصتوا عليهم وكان الوضع جد محرج. بعدين دخل معهم أخوه وبلشوا يلعبوا شدة وكان الجو رائع بيناتهم. وفجأة اجا ابو أوغيسو ونادى عليها فنزلت لعنده وهو كان معصب ومتضايق لانه انضمت للفرقة بدون ما تخبره. وقال لها: كان لازم عليك تخبريني او تخبري امك قبل ما تنضمي للفرقة. وكانت أوغيسو واخوه وامه عم يحاولوا يقنعوه انه ما في شيء اذا غنت بالفرقة. وهو قال لهم: كان لازم علي تخبرنا وساعتها بنقرر اذا رح تنضم ام لا. فقالت له أوغيسو: بس يا أبي أصدقائي هون. فرد عليها: بعتذر بس لازم تقوليلن يروحوا، قوليلن أنه عيلتك عندها شي مهم لازم يتناقشوا فيه هلأ. فتفاجأت أوغيسو وحست بإحراج شديد وبالفعل طلبت منهن يروحوا.
وطلع هاروكي وتوما كمان كانت طالعة. فندهت لا أوغيس وقالت لا أنا بعتذر كتير عن اللي صار، واجهت فوضى كبيرة اليوم، أنا بس كان بدي نكون نحن الثلاثة مع بعض لنحكي سوا. فقالت لتوما أوغيسو هل بدك عن جد تغني مع عزف هاروكي وبعزفي أنا على البيانو؟ فردت علي أوغيسو إيه إيه أكيد. فقالت لتوما لكان لازم عليك تعملي شي، وهو إنك تحصلي على موافقة أهلك، إذا وافقوا فأنا رح أنضم لألكن. وطلعت توما لعند هاروكي وكانوا عم يتمشوا، وقالت له ليش صارت كل هاي المهزلة؟ عيلتها بتتدخل بكل شي بحياتها وبيتخانقوا على كل شي، وهي عم تشوف عيلتها كل يوم. فطلع فيها هاروكي وحس انه توما وحيدة، لانه أمها دائما مسافرة وتاركتها لحالها وما عندها أخوة. وقالت له توما أنا ما فيي أتعامل مع أوغيسو، هي متحمسة كتير وبتحكي مع الكل، عيلتها وكل الناس بيحبوها، أنا قلت لها أني رح أنضم لألكون إذا أهلها وافقوا. فانصدم هاروكي من قرار المفاجئ، وهي قالت له شو ما عجبك؟ فيي أتراجع عادي. فقال لها بس أنا كنت متأكد أنه مستحيل أنك تنضمي لألنا. فردت عليه انت دائما بتستسلم بسرعة يا هاروكي، هل فكرت انه القاء اللوم علي رح يخليني اقتنع بصورة كافية؟ مو بهاي البساطة. فطلع فيها هاروكي وكان جدا معجب فيها وبشخصيتها الطيبة والقوية بنفس الوقت، وقال لها بس انت قلتي انه ما فيكي تتعاملي مع أوغيسو. فردت عليه هي رح تكون إما عدوي اللدود أو صديقتي المقربة للأبد، عكسك تماما، فأنا وأنت ما بنفهم بعض إطلاقا. فانبسط هاروكي كتير وقال لا شكرا إلك يا توما، عن جد شكرا. فردت عليه هالمرة رح أقبل شكرك، أنت عن جد مزعج. وكفوا طريق سوا. أما أوغيسو فقدرت تقنع أهلها ووافقوا على انضمامها للفرقة، وبلش هاروكي يتدرب مع توما، وكانت عم توجهه وتعلمه يعزف صح، وأوغيسو كانت هي كمان عم تتدرب معهم على الغناء وتمرن صوتها. وتاكيا تفاجأ من انضمام توما، وهي قالت له نحن بحاجة لأصوات آلات أخرى مسجلة، لهيك أنت اللي رح تسجلنا ياها يا تاكيا. وطلع تاكيا وهو متضايق مشان يصنع الأصوات المسجلة اللي رح يستخدموها بالعرض. وهاروكي وتوما وأوغيسو ضلوا بغرفة الموسيقى عم يتدربوا. وبنهاية اليوم كان هاروكي وتوما راجعين لبيوتهم بالقطار، فقال له هاروكي شو رأيك بغناء أوغيسو؟ فردت عليه صوتها جيد جدا، مع الأخذ بالاعتبار أن ما حصلت على أي دروس، واللي ما عنده أذن مدربة رح يفكرها محترفة. فقال لا إيه هي كمان ملكة جمال المدرسة. فردت عليه بس هي بتحب ملك وحيد بالمملكة تبعها، هل لاحظت هذا الشي؟ فقال لا إيه لاحظت. شو مشان التخرج؟ أنا علاماتي السابقة بتضمن لي التخرج يعني خلاص. فردت عليه شو يعني عم تتمسخر لأني لسه ما ضمنت أني رح أتخرج السنة؟ ما في اتحمل إهانتك لإلي. فقال لا 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 ما كان قصدي، يعني الموضوع مشابه لعزفك للبيانو، أنت بتتدربي كل يوم لهيك أنت شاطرة فيه. فردت عليه لا تقارن دراستك بالبيانو، لازم تعزف 10 ساعات يوميا وإلا رح تخسر مستواك. بس أنا فقط بفتقر للموهبة. فاستغرب هاروكي من كلامه، وفجأة وقف القطار عند المحطة اللي بتنزل فيها توما، فنزلت وقالت له وداعا. فقال لا بهلا توما، أنا رح كون قادر على التدريب معك قريبا، ولازم نعزف الأغاني اللي رح نعزفها بالمعرض، تمام؟ أنا متأكد أني رح أتمكن منها. فالتفتت توما لعنده وقربت منه، وفجأة سحبته من ربطة العنق تبعه لعنده، وهو انصدم وطلع جوات عيونه وقالت له إذا ما قدرت تعزفها فلا تتظاهر بأنك بتقدر أحمق.
بعدين أخذته معاه لبيته الكبير اللي كان مليان بالآلات الموسيقية، وبلشوا يتدربوا على الأغنية اللي بدهم يعزفوها بالمعرض، وقضوا كل الليل وهن عم يتدربوا. ولما حل الصباح كان هاروكي نايم على الأريكة، ففاق ودور على توما وهي كانت بالحمام عم تتحمم وكانت عم بتفكر فيه. فطلع هاروكي للطابق اللي فوق ليدور عليها، وفجأة طلعت توما من الحمام وهي حاطة بس منشفة عليها. فانصدم هاروكي من جمالها، وهي خجلت كتير وبلشت تصرخ، ورجعت ركض للحمام وكان وشها أحمر وقالت له: من لما عرفتك وكل الأشياء المريعة عم تصير معي؟ فقال لها: لا كل شي تمام يا توما، رح تنتهي كلها وتبلش الأمور الجميلة. فقالت له: خراس. بعدين راحوا للمدرسة، وكان هاروكي قاعد مع أوغيسو وأصدقائه عم يتناولوا الغداء، وكان تعبان من قلة النوم. فقالت له أوغيسو: أنت شكلك تعبان اليوم. فرد عليها: إيه كنت عم بتدرب طول الليل. وما خبرها انه كان بايت عند توما ببيتها. فقربت منه أوغيسو وبلشت ترتب له شعره، وقالت له: شعرك مو مرتب، هيك احلى. اما توما فكانت قاعدة لحالة ونايمة. بعدين راحت لغرفة الموسيقى مع أوغيسو، وكانت عم تعزف بالبيانو وأوغيسو عم بتغني، وكان ظاهر عليها التعب. فقالت لأوغيسو: انت شكلك ما نمتي، وهاروكي كمان تعبان، واضح انه عم بيتدرب كتير. فردت عليها توما: رح قله يتوقف لما يصير متمكن من العزف، انا ما في اتحمل الناس اللي مو متمكنين من آلاتهم الموسيقية. فقالت لأوغيسو: لهذا السبب هاروكي المسكين رجع لبيته، انت حقا قاسية. وتوما ردت عليها: هو عم بيتدرب لحاله، لهيك انا ما بهتم بالمكان اللي بيتواجد فيه. وتوما كمان ما خبرتها انه هاروكي كان عنده بالبيت. بعدين رجعت توما لبيتها وكان هاروكي موجود عندها، فقدمت له القهوة ليصحصح وبلشت تعزف بالبيانو، وقال لها هاروكي: لكان رح يجوا كلهم الليلة ليتدربوا معنا؟ فقالت له: ايه انت قعدت هون الاسبوع الماضي، ولما تروح لتجيبهم تأكد انك اخذت كل اغراضك من هون، تمام؟ فقال لها: تمام فهمت، بعد اذنك رح روح اتحمم. واخذ هاروكي فرشاية سنانه وراح للحمام. بعدين راح جاب أوغيسو تاكيا، وكانوا مبهورين جدا من بيت توما الفخم، ودخلوا وبلشوا يتدربوا، وهاروكي واخيرا تمكن من عزف الاغنية. فانبسطت منه توما، وأوغيسو مسكته من ايده وقالت له: برافو عليك يا هاروكي، توما كان معه حق، انت رائع، انا كنت بعرف انه فيك تعملها. وهاروكي حس بالخجل، فقالت لهم توما: وهلأ لازم نفكر بالأغنية التانية، شو أكتر أغنية بتحبيها يا أوغيسو؟ فقالت لهم أوغيسو: أنا بحب أغنية اسمها صوت القدر لمطربة اسمها يوكي. ودوروا على الأغنية باليوتيوب وبلشوا يسمعوها، وكانت أوغيسو مبسوطة لأنها بتحبها كتير. أما هاروكي فكان مصدوم لأنه فيها عزف صعب، وتوما كانت ميتة ضحك عليه. بعدين تركوا تاكيا ورجع لبيته، وأوغيسو فاتت للحمام وكانت عم تستحم، وتوما كانت مع هاروكي عم تعلمه كيف يعزف الأغنية التانية. فقال لها: هي صعبة كتير ما في اعملها. فقالت له: عندك أسبوع كامل، لازم عليك تتدرب 10 ساعات يوميا. فرد عليها: هذا مستحيل. فقربت منه وطلعت بعيونه وقالت له: لا تقلق فيك تنجح يا هاروكي. وهو كان عم يتطلع فيها وعيونه كلهن عشق وغرام، وهي قالت له: أنا رح أعملها، فأنت كمان فيك تعملها، رح خليك شخص مدهش. وهو كان مندهش من كلامه.
وبهي الأثناء أوغيسو كانت بالحمام قدام المراية عم تلبس، فطلعت من حقيبتها فرشاية الأسنان وطلعت قدامها فشافت فرشاية أسنان هاروكي وكان مكتوب اسمه عليها. فاكتشفت انه هاروكي كان عم يقضي الليالي عند توما وهنن ما خبروها. فانصدمت أوغيسو صدمة كبيرة من حبيبها هاروكي ومن توما اللي بتعتبرها صديقتها ومثل اختها. فيا ترى شو اللي رح يصير؟ وهل أوغيسو رح تواجههم بخيانتهم؟ وهل هاروكي وتوما رح يعترفوا لبعض بحبهم؟ كل هاي الامور رح نعرفها بالفيديو الجاي ان شاء الله يا رب العالمين. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان تشاركوا كل جديد. كان معكم رفيق من قناة ريكورايز، شكرا والسلام عليكم.